على بركة الله لو بوان دو في دو يونس. لو بوان دو في دو يونس دابا دون لو 7-10 على شادا اف ام. مشينا اخا مشينا اخي مشينا اخا. بسم الله بسم الله. علي سافا رشيد. سافا سافا سعاد. الحمد لله سافا. الوغ عندك تطلق لنا شي قنبله ونقولوا ما صافاش. نو نو سافا لي سافا لي. يلا سير على الوغ. اليوم غادي نتكلموا على علاش العالم ولا خايف من افريقيا داكوغ والسكان ديالها. اوكي الوغ الارض فيها 7 المليار ديال السكان داكوغ حاليا وي. وفي 2050 غادي يكونوا 10 المليار. 10 المليار اكزاكتومون. هاد الزياده غادي تهز 100 ديال افريقيا فوق كتافها. حاليا الولايات المتحده فيها 370 مليون ساكن داكوغ. ولكن من هنا 30 سنه نيجيريا غادي تولي هي ثالث دوله في النسبه ديال السكان من مورا الصين والهند ب 500 مليون ديال البشر عايشين فيها. نو واي واي. نيجيريا 500 مليون. 500 مليون من هنا 30 سنه. يسون ديجا دابا حاليا دابا راه في 250 راه هما غاديين ل 500. ايوا ونزيدك اخي رشيد في 2100 4 المليار ديال الناس غادي يعيشوا في افريقيا او الثلث ديال 11 مليار السكان اللي غيكونوا ساكنين فوق الارض ديك الساعه. و بوغا با فيريفي هو خا كاع بغيو وي نو خا كاع بغيو نكملوا زعما حتى 2100 جو بونس با لا و بوغا با فيريفي سي سي فري اخي رشيد فيو شنو كنديروا لي كور ديالنا وكيفاش خدامين مع روسنا جو بونس با سي سيغ. كمل. الوغ افريقيا قاره كبيره وقاده تهز هاد الناس كاملين. الوغ علاش المحللين ديال العالم خايفين وكيقولوا باللي غادي تطرا كارثه هادشي اللي غادي نشوفوا اليوم. داكوغ. اولا كيقولوا باللي ما كايناش البنيه التحتيه وبصح كما قال المدير لا كوميسيون ديال السكان نيجيريا مسيو غاجي بيلو هاد الزياده في نسبه السكان خاصها مستشفيات ومدارس اللي تزادوا معاها سي توتا في نورمال وما كذبش ديفلوبمون سي توتا في نورمال. ولكن كاينه واحد القضيه راه الا كانت نسبه السكان في افريقيا كتزاد بهذه الطريقه هاد الايامات راه لا ان ميدان الصحه تطور بزاف وبهذا السبب ولا النيفو ديال امل الحياه كيتزاد في افريقيا امل الحياه جدا سي امل الحياه امل ليسبيرونس دو في واو ليسبيرونس دو في داكو الحال فوالا تم القضاء على بزاف ديال الامراض وبزاف ما بقاوش ولا كيعيش ان بو بلوس ان بو بلوس ومعدل وفيات الاطفال كيقلل حتى هو. Oui. Donc c'est tant mieux, alhamdoulillah. Oui, exactement, c'est tant mieux. حسن que الصحه تزيد القدام. ولو النساء في افريقيا ما بقاوش كيولدوا كيف كانوا في الخمسينات والستينات المجتمع الدولي وبالضبط الدول الغربيه مازال كيقولوا باللي المراه الافريقيه كتولد بزاف وباللي خصها تحبس. داكوغ. الوغ بعض الجمعيات ديال حقوق الانسان كيقولوا باللي هاد السنوات هذه سنوات الدول الغربيه كيتناقشوا باش يلقاو الحل باش تنقص نسبه السكان في افريقيا. وي. الوغ لا سي غراف. ويلا باغيين ينقصوا نسبة السكان في افريقيا اخي رشيد راه ماشي حيت بقى فيهم الافريقي لا انما غاديش يلقى ما ياكل. لا بل بالعكس بغاو باش الموارد الطبيعية ديال افريقيا ما يتقاداوش دغيا ويبقاو دايمين السكان ديال اوروبا. وي. وبالفعل هنا فين الشر كيبان. هنا فين قلت اح. وي. الدول الغربية كيستهلكوا 80% ديال الموارد الطبيعية ديال العالم. داكوغ. وهما كيساويو اقل من 15% ديال السكان ديال العالم. يعني هاد الدول خاصهم الخير 15% وكتاكل 80% ديال الموارد الطبيعيه ديال العالم. دونك هاد الدول خاصهم الخير بزايد باش يلاه يتكافاو مع راسهم. مي المشكل سيكو هاد الاستعمار تقادا. دونك كاين واحد السبب اخر وهذا عنده علاقه مع الدول الاوروبيه فقط. داكوغ. هو باللي في السنوات الاخيره ولات كتعاني اوروبا بالهجره السيريه. هاد لو فولومان اللي بقاو تكبر قريب ما يبقاوش يلقاو ليه الحل. يلقاو ليه الحل وسواء وإلا كثرت نسبة المهاجرين الأفارقة من فوق اللاجئين السوريين والأفغانيين والليبيين أوروبا تقدر تغرق من تحت هذا الوزن الجديد. ومنين كتغرق أوروبا كتنوض الحرب. راه كاينين جوج حروب عالمية كيفكرونا في هذا الشيء. ألوغ شنو هو الحل؟ الحل هو الشغل مع الجيل الإفريقي اللي طالع واللي شاب وقاري ضروري نوظفوه باش تزيد إفريقيا القدام. كاين شي دول بحال رواندا أو إثيوبيا اللي بداو ثورة صناعية هذه سنوات وصدقات ليهم. وإلا زرتيهم دابا أخي رشيد غادي تلقى طرقان ديال 6 كيدي و6 كيجيبوا مطارات وبنية تحتية رائعة فغيمون كتحمر الوجه. ألوغ الحل الثاني هو باللي بداو كثير من الزعماء الإفريقية كيأمنوا في تعاون جنوب جنوب يعني بيناتنا. اكزاكتومون. وهذا اللي لان لاحظوا باللي الغربي راه ديما غيبغي يشوف الافريقي من تحت منه. بيان سور. ونتمناو باللي هذا الاتحاد يبقى دائم لان لي ريسك ديال الارهاب الجفاف وحروب اهليه اللي كيلهيونا بهم هاد القوات اللي عظمى غير في الشر ديالهم. مسامرجحا كنسميهم انا زيد. وي مسامرجحا. ونعاود نقولها هاد الدول اللي كنقولوا عليهم عظمى ولكن عظمى غير في الشر ديالهم مع التعامل مع
افريقيا هاد السنوات الاخرى. هادشي اللي كنلاحظ غادي يبقاو ساكنيننا بحال الجنون الا ما وقفناش على رجلينا في مره واحده. دونك كيقول واحد المثال، منين المش كينعس الفيران كيشطحوا. المش كان ناعس مده 400 سنه بدا تيفيق وخاص الفيران يمشيو يتخباو. ميو امين. تبارك الله على القط الافريقي. الله يهديك اخي.